إذن بسم الله إخواننا، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو من سوق 4/99 تاريخ 7/4/2021. هذه إخوان بقرة والدة جل طالياني، دير السنة الحسين سداسية حليبة. شحال حليبة يا حسين؟ 15 يطر إن شاء الله. 15 يطر إن شاء الله. الثمن أخي حسين؟ الثمن أخويا 22 21,000 ديال الدرهم. اللهم بارك فيك. نمشيو نديرو معاه 21,000 ديال الدرهم. خذ ديالك، قال ما فيهاش دور، خذ فلوس. الله يستر لك الوالدين، سير هيا الدرهم. اخي حسين تخلي له من النمره الا بغى شي واحد شي حاجه يتواصل معاه، ماشي مشكل. 06 52 33 18 06 الحسين غير في ولاد سعيد. ولاد سعيد، ولاد سعيد الاسواق اللي كدير حد السوالم. 16 سيدي بنور. سيدي بنور ولاد فرجلة. لا ما كنتسوقوش بلا كنتسوق السوالم. السوالم اي السوالم. يلا اخوانا انتم شفتوا النمره ديالو، الله يسخر ليها والسلعه ديالو، كيدير حتى شي حاجه مزيانه. اللهم بارك، الله يسخر ليها. الراجل راه قال لي هذه بقرة موبيليا حسنة. بومني هادوري سنتاية. الله يجيب الجموع. جيب الجموع دارة. دافع على ميلاد، راه قول قال يومين ولا يوم. دافع على ميلاد، قال يوم ولا يومين. وتولد ان شاء الله. جيب الجموع. الثمن 500 يعني 25,000 ديال الدرهم. هذاك راه ماشي ولد اخوان. يلا غدا تولدي. اللهم بارك، الله يسخر ليك. خي حسين راه ما سوق. يلا قلنا دابا تبارك الله ما شاء الله. وين حسين؟ اجي غنمشي. ونعاود واش شو لك كانوا بالرحمه وخندو مع موها 10,000. اللهم بارك اخوان، الله يسخر لنا الجميع. باقي البقره بحال ديال صاحبه. مليحة قريبة تولد موبيليا. شو الحليب عزيزي البلزيكي ولا عجلة؟ عجلة. عجلة البلزيكية والبقرة؟ بقرة ليموزين. ليموزين. كي داير في السنة خويا؟ سداسية من جي وجامعة من جي. سداسية من جي وجامعة من جي. وبالنسبة للحليب شحال تقريبا؟ والله لما الحل عم الرحلة بناها ما كتبوش. شي حاجة نخدو الثمن. الثمن كنقولو فيها 72 ما عطاوش ثمن. 72 يعني 23,500. 23,500 ما عطاوش ليه. نتمناو ليه ان شاء الله يبيعها بالرباح. جينا راه بلجيكية دوري زين. هاهي اللهم بارك. البقرة اللي موزين تاهي. ان شاء الله ما سخرنا من يجيبوا لك بوحدو بالحق. بوحدو بوحدو هاد شحال؟ 140. 23,500. هذا عجل موبيليا. بلادي طال 10 ونص 11 هذا الثمن. تبارك الله. مازال ما عطاه والو. مازال ما عطاه حتى حاجه. ايه والله جبت لي راسي تحدد انا وخويا. ايه والله عاود يقول لي انت داخل داك دايرينك في داك. قول لي ما صورته. نقول لك ما صورته. قول لي هذه عجله كي دايره في السنه؟ سنان الحليب. عجله سنان الحليب. بلديه غير بلديه. بلديه هذه. غير بلديه اخوان. اللهم بارك. الثمن ولد عمي الثمن. الثمن ديالها شحال؟ 134. 6700 درهم. 6700 درهم. ان شاء الله. اش زيت اش خديتو؟ هادي؟ نية؟ الثمن؟
186 9000 درهم. اي والله يجيب لكم التيسير ان شاء الله تفكوا بخير. 9600 درهم تنيه. سون سالو تا الله يعاونكم اللي جبتو. هادو اخوان عجلات، قول لي العجلات شنو ماركات هادي؟ ليموزينيا ايطاليانيه، ايطاليانيه ليموزينيه اسبانيه وصفراء. اه وهذه بلجيكيه. انتم هذه بلجيكيه بلجيكيه، هذه ايطاليانيه وهذه هي بلجيكيه. ناخذ الاثمنه اخوان. هذه شحال؟ هذه 54 154 7700. هذه هذيك 160 8000 درهم. وهذه البلجيكيه الاخرى 7800. انتم شفتوا اخوان الاثمنه كي دايره، عجلات كسابيه زوينه. الاخرين هادو اخي حامد، هادي شحال؟ 164 وسطانيه بحال بحال هادي 54، هادي 154، هادي 164، 164، هادي 154، 7700، هادو 8100، جوج. اخي حامد الا بغا شي حاجه شي واحد يتواصل معاك النمره ديالك. النمره عطيتيه النمره عاد صابات؟ مازال ما قالش لي. عطيه ديالك، عطيه ديالك. نمشيو عند عبد الصمد ناخذوا الرقم، نمشيو عند عبد الصمد. خلينا من نمرة عبد الصمد. 06 13 وعبد الصمد غير هنا في ولاية 90. اه انا ولاية 90. اللي بغى شي حاجة هما الضروبات، هما الضروبات ديالو. اللي بغى شي حاجة قال لك مرحبا. الله يسخر، الله يجيب لك التيسير. الله غير صغارات اخي هشام؟ صغارات اثنين الحليب بجوجات. اثنين الحليب بجوجات. هذه بلجيكية والاخرى طاليانية؟ اه اخرى طاليانية. وحدة بلجيكية وحدة طاليانية. اثمينة اخي هذيك الزارية. لا باقا تربط، باقا تربط. مازال تعلف. إذا كسابيات بجوجات. الثمن ديال كل واحد. هذه مليون و30. مليون و30 يعني 11500. اخرى 190 ألف. 190 9500. زوينة تبارك الله ما شاء الله كيف تشوفوا. الله يسخر خونا هشام، الله يجيب ليه التيسير. وتحية لكاع المتتبعين ديالنا في المكان وفي المغرب وخارج المغرب. باركوا الروح يا اخوان وشجعونا باللايك وتبارك الله عليكم. من سوق اربعاء ولاية سعيد، الله يسخر الجميع والله يعاونكم. كي دايره في السنة ولد عمي؟ رباعية. ولد عجية العجلة؟ ولد عجلة هي مخورة عالمية. عجلة هذي شمن؟ بلجيكية مخورة. عجلة بلجيكية مخورة. يعني بدوريج. نرى ليه نرى ليه. زوينة تبارك الله. وسنة كي دايرة في السنة؟ سنة رباعية. رباعية. هاي غادي تاكل الربيع الإخوان. هانتوما كتشوفوا. جوج وعشرين. جوج وعشرين. 21000 ديال الدرهم. اللي تايبو اللي طالب. الله يسخر ليه اخوان، تاهو الله يجيب ليه التيسير. دير بنية تبارك الله ما شاء الله. سلعة زوينة الله يسخر ليه. هذا اخرى كيقول لي عامر بلجيكيات. راه عندك الغرب مليح. ماشي خليني غير قول لي هادو فين هي البلجيكيات؟ هادو بجوج بلجيكيات. جوج بلجيكيات زوينات اخوان. بجوجات مليون يعني 123 في الوحده. 123 في الوحده يعني 6150. 150 درهم. الله يجيب ليك رضوان راه هو هو. الله يجيب ليك التيسير اخوان. هادو 123 في الوحده 6300. نشدو عليه ان شاء الله. مرحبا 300. كي دايره في السنه؟ نية ولد عجل عطينو سداسية. سداسية يا اخوان، نشد نية
عطينا 300 يعني 15000. هذا توا هذا الخريج اللي جاي. شوفوا الوليد مباشر لي تسير كثير البقرة في سنك هذه تنية نية ولد عجيلة عندها بنتها بنت غدي العادية ديال التوا هذه بومنية مومنية يعني باش بنت التوا ولا تلقى ما عرفتيش انا ما عرفتش شاري الثمن الثمن كنقولوا مليون و70 ما عطيناش لينا ما عطيناش مليون و70 قريبا مليون و50 باش تقريبا مليون و50 ونشدوا على العجيلة شدوا على العجيلة حتى هما عند العجيلة هذه عجلة عجلة هذه شارولي ثمانة ديك 6 120 120 سلام والعجيل يا ربي يا ربي سبعين انتم يا اخوان اسمينا كيفاش داير الله يسخر لي الله يجيب التيسير الله يعاوننا هذا العجل شنو ماركة هذا كروازي ولا بلدي لا بلدي بلدي هذا العجل بلدي اخوان ثمن وستين ألف ها ثمن عاطين عاطي 40 مليون ولا 100 لا 140 حنا كنقولوا 60 160 حنا كنقولوا 60 اه عاطينا 7000 7000 درهم هما باغين 160 8000 درهم الله يسخر لهم نجم شوفوا لها اخرى اخوان باقي واحد اخر ها هو هذا غيكون فيه مليون وهذا ولا انا هذاك مليون و30 11500 درهم اللهم بارك الله يسخر لنا الله يجيب لنا سير سير تسمع اخوان 11500 درهم اللهم بارك الله يجيب لنا سير